على طاري المختبر حق ابو صالح. اي المهم مختبر هذا مع كل واحد. والله ترى حكمه تذكرتني بقصه. كان عندي واحد من اصدقائنا كنت اشتغل في الجمارك سابقا في ميناء الجاف. معي واحد امسي على بالخير اخوي عبد الله، طيبته ابو حزام بدهن عود فخم زين، طيبته بدهن عود وكذا. قلت ايش رايك في الدهن؟ اقول له ابو عبد العزيز. قال والله ما اشم نهائيا. الكلام زمان قبل كورونا. ايه زمان، وين كنت؟ كان 25 سنه. قال والله اني ما اشم نهائيا. قلت طيب كان علمتني ما اطيبك اخوي، اوفر الطيب شوي. اي والله عاد انا احب امزح شوي ابو حزام. اسلم. قال له خلي الناس يشبوني كذا. قلت ما تشم نهائيا؟ قال مره والله ما اشم، صفر ما اشم. قلت يعني الواحد جالس جنبك ياخذ راحته وكذا؟ قال ايش قصدك؟ ابو عبد العزيز والله ابو حاتم ما امزح، انا ما اخذت راحتي بس امزح معه، ما اخذت راحتي ابو حاتم بس امزح معه يعني. انا طقطق معه. قلت يا رجال احسن عشان يا اخي. قال لا والله يا ابراهيم انت ما تعرف نعمه الشم. قلت ليش؟ قال بعلمك موقف صار لي بس في مصر. يقول رحت انا اعالج عشان عشان مشكله الشم عندي انا من عدمه، صفر ما يشم نهائيا يا شيخ فهد، ما يشم نهائيا ابد، ما يشم اي شيء، عطر بصل ما يدري. الحمد لله. يقول احنا في الدور الثالث شقه ماخذين، انا معي اثنين من ربعي ابو ابراهيم. انا رايح مو عند دكتور، الشباب راح يجيبون بعض الاغراض وانا قعدت في الشقه. والله يا الربع سبحانه ايه من ايه الله يا اخوي مسفر. يقول صار في تهريب غاز في الشقه، انا ما اشم ما اشم. يقول بديت احس بدوخه. قلت يمكن جايع، تدري خلني اروح اصلح لي بيض. والتهريب موجود الله. والله يا ابو محمد هذا من اصدقائي الخاصين والله. يقول والله واروح وافقش لي كم بيضه واخلط واخلط وادور عود كبريت ولاعه ما في. يقول الغاز جنب رجلي سبحان الله. والله الاول ولعت انه تقبع الشقه قبع. صحيح. شوف سبحان نعمه الشم هذه. اي والله. يقول والله ادور احوس هالدروج ما لقيت. اخر شيء يقول بحاتم جلست في الصاله، انا اشوف المطبخ قدامي واشوف الغاز ما اشم انا. يقول حسبت الدوخه اللي فيني حتى اني صرت ما اقدر امشي يدي. الله خلاص مختنق وش فيني ما ادري الا على دخله اخوياي. اخوياي يقول والله نشم الغاز من تحت. قسم بالله العظيم يا ابو ابراهيم اكيد الطبيعي بيشم. نعمه عظيمه. يقول يوم دخلوا كل واحد حاط يده الغاز يا المهبول ما تشم. قال انا جاي معكم اصلا ما اشم. جاي عالج. يقول سبحان الله اسطوانه الغاز. شوف نعمه الشم والله. ان دائما ترى شوفوا سبحان الله ترى الواحد قبل ما يشرب فمه يشرب بعيونه وخشمه. اكيد انك اول ما تشوف الشيء تشوفه هو شاهي ولا مويه ولا وشه. في حمايه الله وضعها لنا النظر الشم هم منتج عند الفم. حتى الفم قبل تذوقه بالشفايف بلسانك حار بارد ترى كل هذه الاشياء الله وضعها الترتيب. يعني تخيلوا عيونك وراك شلون بتشوف ولا خشمك في بطنك شم كذا وحاتم تشم كذا والله صعبه شوي يعني ها والله نعمه يعني تركيب الله تركيب الله للخلق في الانسان تركيب غريب. الحواجب ما تطول حد معين، تخيل تطول تصير وجهك ستاره مشكله والله يا شيخ ها هذا التركيبة سبحان الله من الله يعني تقول شنبات تقول خل عط لك ستارة حطها في ذنيك رابطها والله يعني. فهذا الترتيب هذا الرباني أبو صالح واحد يعني